يعني اليوم القعدة كثير مميزة، أنا لإلي فيها ورود، في ثلاث أمات رائعين رح نكون قاعدين معهم، ليكوا شو محضرين لنا أكل رائع رائع رائع، يعني في ميزة دائما بالأمات، مش هيك مريان؟ وأمات أنا بعتبرهم بطلات، لأن عم يلعبوا بنفس الوقت دور الأم ودور البي، ومرقوا بظروف حلوة وظروف صعبة بحياتهم، بس هي شكلتهم وبنيتهم، واليوم رح نسمع كل اختباراتهم مع بعضنا. يعني انا مستعجل تذوق هالاكلات، وكمال وكلود ما رح يطلع لكم اكل، لان احنا رح ناكلهم ورح نبتدي من القلب للقلب قعده رائعه، رح نقعد سوا. حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا، حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا، بالأفراح وبوقت الدين رح بتكون أقرب صديق. بلشنا هيدا القعدة الحلوة، وعن جد حلوة فيري سويت، مع كل الحلويات الغير شكل اللي حضروا لنا اياهم عقبال ما يصير هيك حضر اشياء طيبة مثلكم. رح نبلش قعدتنا مع معي كريم، هيك بحب اتعرف عليك او مشاهدينا كمان يتعرفوا عليك اكثر، وين كنت عايشة، شو عندك اولاد؟ اوكي، انا ريم من سوريا، كنت عايشة بسوريا من سنة، انتقلت على لبنان بسبب الظروف يلي مريت فيها. عندي بنتين، الكبيرة كريستينا عمرها 16 والصغيرة شمشوم عمرها 10. اوكي، بكونوا عم يحضرونا هلا، بنوجهلهم اكيد تحية. خليني هيك اسألك ريم، من كم سنة انت فقدت سامر؟ سامر فقدته بتموز 2016. بتموز 2016، وهذا كان الظرف يلي خليكم تنتقلوا على لبنان. طيب بدنا هلا هيك نرجع شوي بالزمن ونتذكر ذكريات حلوه اوكي عندكم كعائله. حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا، حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا، بالافراح وبوقت الدين رح بتكون اقرب صديق. أكيد ذكريات رائعة هيك، شو أول هيك صفة بتجي على راسك وعلى قلبك بتحب تقوليها عن سامر قدام كل اللي عم يحضروك؟ بحب أقول إنه اشتقت له كثير، يعني أكثر كلمة. في أي هيك كثير بحبها اخترناها أنا ورواد لإلك اليوم، قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المسحقي الروح. عن جد هذا أكبر تعزية لإلنا. معنا كمان دونيس، دونيس تعرفت عليك اليوم أقرب. كنت صغير انا وياك، كنا صغار، اليوم عم شوفك انبسطت كثير بالقعده، هيك كمان ذات الشيء رح اقول كيف تعرفتوا انت ورضوان على بعض ومين عائلتك اليوم، وهيك نعرف شوي عنك. انا ورضوان تعرفنا على بعضنا بالكنيسه، هو كان عمره 14 سنه لما كان مؤمن، ولكن انا جيت كنت اكبر، كنت ب 18،
وتلاقينا بالكنيسة، سو كان أول لقاء لنا هنيك بالخدمة طبعاً. عندي ولدين، هبة 25 سنة وجاد صار 22، سو كان رحلة طويلة نحن أول هيدا. ورضوان صار له بجولاي بتموز بيصير له 15 سنة. يعني بقدر أقول بعرف مواضيع حكينا عنهم تحت الهواء، بس بقدر أقول إنه رضوان صار له 15 سنة حد يسوع مبسوط. هيدا رجائنا، هي الحقيقة، نحن منآمن بهيدا الإله. بس هيك حلو كمان نرجع نتذكر ذكريات بهيدا الريبورت سوا. حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا، حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا، بالأفراح وبوقت الضيق رح بتكون أقرب صديق. صورة كتير حلوة. أنا كنت قاعد بالإديتينج، بس لقلكن أنتو كتير مميزين. أنا قعدت نقيت الأمور كيف، لأنه أصلاً أنا ما بقعد على الريبورتس، بس أنتو هالقد مميزين ليسوع لقلنا أنا وماريان. بدي أقول لك الآية اللي اخترناها لقلك أنا وماريان: قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. سو في هيك نحن عم نفتش على الآيات، سو لقينا في آيات حلوة بتحكي قد الرب بحس فينا وبحس بوجعنا. وبالنهاية هو عن جد كنت عم بحضر لبروجرام لصغار بفترة الصلب، قد ايه تعرض لأشياء، قد ايه ترك، قد ايه خانوا أقرب الناس لإله، قد ايه كان وحيد. يعني عن جد بحس فينا، مش هيك كلام ممنوع إنه الرب بحس معنا، لا، هو عاشهم واختبرهم وتوجع وزعل تفاجئنا قد ايه هو بحبنا وقريب منا. فعن جد هو قريب من المنسحقين روح وبحس فيهم. أرموند، عشت حياة حلوة وطويلة مع شريك حياتك، مع نصك الثاني جان. هيك بحب تخبرينا شوي وتعرفينا شوي عن الحياة هيك الحلوة اللي عشتوها وعن عائلتك. جان إجا على بيتنا كان عمري 14 سنة. كان صديق خيي الكبير أمين، ومن وقتها هيك كنا نقضي كتير أوقات. يعني كان يجي لعنا على البيت، وصديقه الحميم كان عم بفكر بأختي أندريا، سو كانوا يجوا لعنا هيك بفكر إنه معقولة إنه يصير فيها. بس بالحقيقة هي ضل 10 سنين. لما كان عمري 18 سنة أول مرة قال لي: شو رأيك أرمان نتزوج؟ قلت له أكيد لا. يعني كنت بدي أروح أدرس، كنت عندي حياتي قدامي. فحرام نطرني 10 سنين. رجعنا تزوجنا بال 84 وجبنا جيمي. نوجه لها تحية، حبيبتنا جيمي. 30 سنة أنا وجان كنا، وقبل ب 14 سنة، يعني كنا 45 years، 45 سنة كنت بعرف جان. صح، حلو. قبل ما يفارق. حبيب هيك بس علق شغلة قبل ما يمكن نشوف أشياء، إنه عن جد جيمي بحس كتلة من نص قلبك ونص قلب جان بالطيبة. وبالحب. مش معقول. ما بتأذي نملة، ودنيز موافقتني كريم بتعرفها، ما بتأذي نملة، ما معقول، منوجه لها تحية. هيك حابين كلنا سوا كمان نشوف مقتطفات هيك من ذكريات عشتوها بحياتكم سوا. حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا، حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا، بالأفراح وبوقت الضيق رح بتكون أقرب صديق. جناحه يجمعنا،
كمان قدام الكل أرماند بدي أسألك شو هيك الصفة اللي هيك معلقة بقلبك وبراسك عن جان؟ جان الحنون، كانوا يعيطوا له حنا الحنون. كان إنسان كتير رائع، كان كتير يساعدني، يعني كنا من زمان بس يعني كان بالبيت حتى ينشر غسيل يشوفوا الجيران عم بينشر غسيل كانوا يقولوا له جان انت عم تعملنا مشكله مع نسواننا، لانه كلهم عم بيقولوا لنا طيب جان بيساعد ارماد وبنشر لها الغسيلات وبيجلي لها الجاليات، ليه انتم ما بتساعدونا؟ كان هيدي الصفه كانت عن جد رائعه. حلو، حنيه. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. هيئتنا لإلك ولكل كمان اللي عم بيشاهدونا وعم بيتعذبوا من فراق شخص عزيز على قلبهم. اليوم عيد الأم، وكثير تذكرت بس شفت هيدا الفيديو اللي هلأ رح نفرجيه قد إيه أنتم تمينين. كان بده يخبرنا كمان قديش امه غاليه عليه، وكلنا هيك بتذكر انا بس كنت تسافر لماما كنت اخذ الراب اللي بتلبسه وشمه وفكر فيها وغني الغنيه اللي كنت تغني لي اياها. فهيدا هيك الفيديو اللي بدنا نحضره حقيقي بيعبر عن الاولاد كيف غمضوا لهم عيونهم، وكل الامات موجودين وكل ولد هو مغمض عيونه يقرب يشم ريحه امه او يدس وجهها ويعرفها. كل أم منكم فريدة من نوعها. هيك رح نرجع نروح شوي لمحل هيك كنت تتساءلي مرة بالحياة معقول تصير معك أو تخافي أو تقولي لا هيدا الموضوع يا رب مش لإلي؟ أي أكيد، يعني أنا كنت حدا كتير بيعتلهم كتير بخاف خصوصاً من هيدا الموضوع، يعني كنت دايماً قلو للرب إنه يا رب بليز كل شيء ممكن أقدر أتحمله إلا أنه يصير فقد بعائلتي. يعني هيدا الموضوع كتير كان بصلاتي دايما. كنت دايما حس انه يا رب بليز حوطنا. فكانت هي صلاتي من قبل، مش انه حدا مش مهتم لهيدا الموضوع، بالعكس كان بدي حوط الكل، بدي خايفة دايما على الكل، كان في عندي خوف 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 حقيقي يعني. شو صار؟ ما ضروري اكيد ما رح نفوت بالتفاصيل، بس انه كيف تلقيت الموضوع أو وقتها صار مع سامر؟ أول لحظة أنا مش رح أحكي عن الموت الجسدي، لأنه أنا بالنسبة لي الكانسر كان أصعب من لحظة الموت. اللحظة اللي عرفت فيها أنه زوجي يلي ما فيه شيء، يلي هو شاب يلي هو عم ماشي يعني، فأنه هو عنده كانسر درجة ثالثة، فهي كانت بالنسبة لي لحظة إذا بدك الموت، لأنه نحن مش معودين. ما بعرف هيدا الشيء، انا كل عمري حدا بحس حالي يعني دائما بقول له للرب انه انا كثير بحس حالي انه انا مدلله عندك، يعني انا حدا كثير غنوج. فمن انا وصغيره كل شيء بدي اياه الرب بيعمل لي اياه، كل شيء بحس انه ولا شيء حسيت انه بيوم انه انا بدي اياه الا والرب عن جد اعطاني اياه. فكان بالنسبه لي كثير صدمه انه كانسر ودرجه ثالثه، فهي كانت اصعب اوقات. يعني انا حكيت يمكن الاوقات الماضيه انه فتره المرض والفتره يلي عرفت فيها كانت بالنسبه لي عن جد اصعب من الوقت يلي قطعت فيه بعد ما انتقل سامر. مش تعب جسدي، مش الفكره هيك، بس كانت مرحله كثير صعبه حقيقه. ما بعرف اذا حدا منهم بحب يشاركنا كمان عن الموضوع. في اصلا جاي الموضوع اكيد رح نحكي عنه، بس هيك رح نشوف كمان دائما اليوم بدنا الرب هيك عم بده يضل يمرق لكم اشياء حلوه لكم. رح نشوف ناس بيقدروك وبحبوك يحكيوا عنك. رح نشوف الريبورت. ريم اختي الصغيره، حنونه الشجاعه اللي بستمد منها القوه دائما، صاحبه الصوت الرائع اللي كل ما بسمعه بفتخر فيه. ريم بمناسبه عيد الام حابب اقول لك كل عام وانت بخير، والله يخلي لك هالصبايا الحلوين كريستينا وهشام وتفرحي فيهم ان شاء الله، وتبقى الفرحه والبسمه دايما على وجهك. اشتقت لك كثير وبحبك كثير يا رمرم. ريم بدي اقول لك انه من يوم ما انتقل سامر وقبل، بس بالاكثر من بعد ما انتقل سامر، كنتي بالنسبه لي شهاده. كل مره بنوقف فيها على المنبر وبنرنم سوا انا وانت وبنسبح، بعرف عن جد انه اللي عم تعمليه هو شهاده انه حقيقه انه الرب صالح. كيف بتشهدي وكيف بتسبحي الرب من كل قلبك، رغم انه بعرف قديش صعب عليك هذا الوقت. انت شهاده لي، انت شهاده لكثيرين، شهاده لبناتك، انت ام صالحه
وأنا فخور فيك كتير كتير. لكن هول نحن في كتير ناس بدو يحكوا عنكم، بس الحلقة فيها كتير أمور مهمة عم نحكي عنها. هول الجزء اللي بيحبوك معلقين فيك كتير وبيقدروك، حبت إيه ونشي؟ يعني أنا شو ما قلت ما في كفي، أنا حكيت بحلقة نور أصلاً يعني عن جد وصخر. بحبكم كتير، يعني أنتوا سندي مش بس إخواتي، عن جد سندي. كتير مبسوطة أنه الرب عن جد عطاني إياكم، لأنه ما بعرف ما بعرف شو كان صار فيه لو أنتوا مش موجودين بحياتي. دنيز، رح نحكي هلأ شوي عن الولاد. قدي كان عمرهم بس فقدتوا رضوان، وكيف خبرتيهم الموضوع؟ بعرف كتير أهل كتير بيستصعبوا يخبروا، خصوصاً أنه هن عن يسوع كتير هيك دقيق وحساس الموضوع. إذا فيك هيك شوي تخبرينا. هبة كان عمرها 10 سنين، رح يصير 11، وكمان جات 7 وكمان رح يصيروا 8، يعني كانوا كتير قريبين. هن بأيلول خلقانين وانتقل رضوان بتموز. بدي أقول لك مريم أنه كان حديث الموت ما كان شيء بخوف للولاد، لأنه كان دايماً ما بعرف، يمكن الناس بتقول بعيد الشر وما تذكروا هيدا، ولكن بحياتنا مع الرب كان دايماً هيدا السؤال يسألوا الولاد. وكان دايماً رضوان وهيدا اللي تذكروه لما من بعد ما توفى خصوصاً هبة، كان يقول لهم الموت هو جزء من الحياة، وإذا أنا سبقتكم رح كون نطركم فوق، فعيشوا بأمان لنشوف بعضنا نرجع نلتقى. فهو مثل وداع هلأ بس رح نرجع نلتقى. فلما توفى رضوان طبعاً ما صدقوا، يعني كانت صدمة، وخصوصاً لهبة لأن كانت أكبر بتفهم أكثر، فكانت بالنسبة لها أنه لا مش مزبوط، نحن الصبح بكير يعني صار الأمر. فأخذت معها وقت لترجع تفكر طبعاً بالكلمات يلي كان يخبرها إياها، وقالت أنا بدي أشوفه يوم من الأيام، وهيدا الرجاء اللي خلينا نرجع نكمل الحياة. دنيز، في كتير أشخاص بس يصير معهم هذا الموضوع، يمكن أول شيء بيقطعوا فيه أنه بيلوموا ألا أو بيسألوا ليش أنا. هل لمت الرب، وخصوصاً يمكن أنه زوجي كان بمجال الخدمة، فهيك مثل يمكن بتعمل لينك أنه ليه ما هو عم يعمل عم يخدمك؟ 100% كان كتير صعبة، كان في كتير ليه وليه وليه وليه. مثل مريم قالت، سوري شفتك عم تهزي براسي، كان زيت الكلمة، قلت له أنا المدللة عندك، ليه عملت هيك؟ أنت قلتي له هيك؟ أنا بتعرف وعود الكتاب المقدس كانت بالنسبة لنا أنه لا يقترب إليك شر، يحميك الرب تحت جناحي. فبالنسبة إلي كانت أنه لا، ما رح تصير لإلنا، أنه ما ممكن، لأنه الرب حمينا الرب، وخصوصا لأنه مثل ما عم بتقول كان بالخدمة، كان رضوان أسيس، وكان نرسم بأيار وبتموز، يعني ما له معنى كل شيء صار. فأكيد كان في كتير أسئلة ليه، وكان في غضب، ولكن بتعرف ما كنت أقدر شك بمحبته. حلو، ما قدرت عن جد، يعني اللي خلاني كمل هو بعرف بتحبني بس ليه، يعني ما عم بقدر أفهم. مثل الولد اللي بيسأل عن بيو إنه ليش هيك، ما كنت أقدر وما كنت أقبل اسمع جواب. فالناس بيحاولوا هون يقولوا لك لو منك قوية، بس أنت بدك تصرخي وتقولي ما بدي أكون قوية، جيبوا لي إياه وأنا مستعدة تقولوا لي ضعيفة. فأي كان صراع. كانت أنا بقدر أقول أول سنة كانت من أصعب السنين اللي مريت بحياة بيتنا. شو كانت أكثر كلمة تعزيك بهالوقت؟ في كتير ناس بيجربوا يمكن يعزوا، بس بيقولوا مرات أشياء وما قالها طعمه بتزيد لنا وجعنا. وجود الأشخاص أمرار حواليك بدون ما يحكوا هو مصدر عزاء لإلك. وجودهم أنه عم بيسمعوك، ما عم بيحكموا عليك ولا عم بيقولوا لك تقوي أو كل شيء عم بيقولوا إلك حق، إلك حق. فبعتقد أنه إلنا حق نبكي، إلنا حق نعبر، بس كمان كان في مسؤولية. بتذكر أسيس فريد اللي انتقل بعدين قال لي كلمة كتير، قال لي فيك تعترضي، فيك تتشكي، وفيك تبكي وتلوم الرب، بس بينك وبين الرب روحي عند الرب وحطي له كل أمورك. فالمسؤولية أنه نحن حقيقة بدنا نعيش بهيدا، نفرجي إيماننا بهودي الأوقات إذا عنا رجاء. بس أمرار صراحة كانت كتير صعب. أنا أكيد بفهم كل إنسان حلو عم يحكي من قلبه مثل الأسيس اللي عم تقولي عنه، بس أنا حبيت شو قلتي هلأ،
قلتي انه زعلت منه. فيك تقولي لاصحابك زعلانه منه؟ سوري هي حقيقه. داود كان مرات عم بيصرخ بالمزامير وعم بيقول له يا رب ليه. اوكي انا بالعكس انا بقدر انه انت وقاعده انا زعلانه تركوني، بس حبيت كلمه قلتيها، لان المؤمن الحقيقي عنده غيره على يسوع. بضل جواته يرجع انت عارف قد ايه بحبك. انا بشارعه مرات بقول له انت نقطه ضعفي، ما عم بقدر انا اطلع على كره، عم بطلع على غضب، زعلان. صح. انا ولد صغير ما عم بفهم شو عم بصير. صح 100% كثير صعب، بس ايه لازم تقول، يعني ما فيك تخبيها، ما فيك تخبيها، وخصوصا مع الاولاد لانه عم بيشوفوك بكل الاوقات. فكان السؤال ايه انا كثير زعلانه. هلا دنيس كمان حابين نشوف هيك اشخاص بحبوك كثير وعبروا لك من القلب للقلب. دنيز او دودو مثل ما انا دايما بحب عيط له، هي حدا كثير مهم بالنسبه لإلي. انا تعلمت منها كثير اشياء بحياتي، واذا كل يوم بقعد معها كل يوم في اشياء جديده اتعلمهم منها، من شغلها، من بيتها، من حياتها مع اولادها، من علاقتها بالرب والثقه يلي عندها اياها بالرب، ويلي ما تزعزعت ابدا رغم كل التجارب يلي هي قطعت فيها. دنيز من زمان كانت لإلي مثال الأعلى، كنت دايما أحب إنه أكون مثلها، هيدي البسمة يلي بتحطها وين ما راحت، وين ما قعدت، مع مين ما كانت، بيكون في جو من الفرح ومن الضحك، منتسلى كتير، مننبسط بوجودها معنا، يمكن أوقات هي من جوا بتكون متضايقة، بركي عم تبكي، تعبانة، بس ولا مرة بتبين هيدا الشيء، دايما مع مين ما كانت وكيف ما قعدت بتكون اللي حواليها مبسوطين، ودايماً بهمها إنه تفكر براحة غيرها أكثر من راحتها. هاي دنيز، أنا بحبك كثير ماما، وأنا شهادتي فيك مجروحة لأنك أنت بنتي، أنت الأم الحنونة العطوفة المحبة المضحية، عم تقدمي لأولادك أحلى ما يكون لحتى يكون عندهم مراكز كثير حلوة، وأنا مبسوطة فيكي، وربنا يباركك ويعطيك ايام سعيده معهم وتفرحي فيهم، ويكون هناك كثير حلو ويكون سعيد. كلمات هيك straight to the heart، دغري على القلب. في شيء هيك بتحبي تعبري لهم عنه؟ يعني عن جد الماما نحن فقدنا بي بكير. وكانت هي مشيت معنا الطريق قبل ما رجعت عدت أنا الطريق. بقى وجود حد كان له تأثير كبير بمساعدتي، لأنه بنت خالي رنا هي شخص بعتز بصداقته. يعني من بعد ما توفى رضوان كان ما بعرف كيف وصاها هيك، كان مريض وقال لها بتجيبي لها بوكي ورد، لأنه كان قريب عيد ميلادي وأنا أخذته عند الحكيم، فقال لها بس ارجع بدي اياك تجيبي لها بوكي ورد وتحطي لها اياه بالبيت. وضحك معها قال لها اذا ما رجعت بدي كل مره عيد ميلادها تجيبي لها ورد. سو هي هيك عملت. من بعد ما توفى في عيد ميلادي فتت على البيت ولقيت البيت فيه ورد، فكانت شخص ساعدتني كمان لحتى اقطع هيدي الظروف. انا بآمن هيك في اشخاص الرب بحطهم بحياتنا تيكونوا مثل هن هيك صوته او محبته العمليه البراكتيكال. مزبوط 100% معنا. ارماند ما بعرف بدي اسالك، بتشوفي انه انت وجعك اقل لانه الاثنين اللي عم يحكوا فرقون زواجهم اصغر، او الوجع هو وجع كبير او صغير؟ لانه جان صغير بس قصدي هن بعد اصغر، يعني مثل ريم عم تشوفوا دنيز بوقتهم بعتقد كان نص العمر، يعني مش كان بلشنا نطلع عن النص بشوي، او بتحسي الوجع هو وجع؟ هو الوجع وجع، بس لما الانسان بيكبر بعتقد انه بصير يفكر بقصه الموت، وبصير يفكر خصوصا اذا واحد مثلا عنده كونديشنز، يمكن جون كان عنده شويه سكري، كان عنده شويه ضغط، كان اوقات بحب الاكل، باوقات ما بينتبه، بقى يعني اوقات كثيره بتفكر دائما انه اوقات بفكر انه في يعني واصل النهار انه معقوله انه ينتقل من هالدنيا وانا يمكن روح قبله. سو ايه بنفكر لانه نحن اكبر كنا، بعتقد بنفكر اكثر بالموت، بنفكر اكثر ب
يمكن نترك جيمي لوحده او كنا ايه نفكر بهالاشياء انا وياه يعني، وكنا نضحك ونقول مين رح يسبق الثاني. انا ولا انت؟ شي مره كنت مثل ما سالت ريم، كنت تحسي انه لا بليز ولا مره تصير مع جان؟ كنت تخافي من هيدي الخبريه؟ أنا اجت على راسك؟ اكيد يعني بتعرف انا من الناس يلي بحبوا الناس، بحبوا العجقه، بحبوا البيت مليان، وكان رعب عندي انه اقعد لوحدي بالبيت وخصوصا بالليل يعني. كنت ابدا يعني دائما لما بفوت بنام كان جون بحب ينام على الكاوتش، كنت قوم وعي له تعا قوم على التخت، لانه ما كنت احب نام لوحدي بالتخت يعني. كان عندي نوع من الخوف. بدي استفيد هيك من هيدي النقطه، لان مش سائلينها بس حلوه هلا هيك اليوم، اعطيك الرب قوه انه تكوني لوحدك على التخت او بالبيت لوحدك. انا ما بخبرك قديش الرب كان سند لإلي. يعني بالليلة يلي توفى فيها جان اكيد نحن انا ما رجعت على التخت يعني. أوكي. رحت نمت على صوفا، جيمي نمت حدي، بقيت شهر تنام حدي على يعني مرق هالوقت هيك كانه الرب عم بيقول لي دونت وري، ما تهتمي. بهيداك السنة يعني ب 2015 الرب عطاني آية قبل ما يتوفى جون، هي من مزمور 16 بتقول لأنه عن يميني فلن أتزعزع. هيدي الآية يلي الرب عطاني إياها بهيداك الوقت. ما كنت أفهم ليه، ما فهمت ليش هيدي الآية بالذات، بس بعدين وقتها صار هالشي هيدا. قلت له يا رب بشكرك لأنك أنت حدي، أنت سندي، أنت وبشهد أمام الرب أنه من وقت ما بعتت جيمي على بيتها هيدا ما عاد عندي شعور بالخوف ولا بشكل ولا بشكل. شايف ريم، قبل ما أرجع أسألك سؤال، عم بتهزي راسك لانه كان مرقتي بامور ذات الشيء، ناموا حدك ولادك او ما كنت تحب تكوني نايمه؟ انا قضيت تقريبا اذا بدك سنه من بعد ما راح سامر عم يعني عم اقضي وقتي كله ببيت اهلي، بس بالنوم ما قبلت انه الا نام ببيتي. بس اكيد كل الوقت كانوا كريستينا وشام حدي. انا وسامر كنا يعني ب 16 سنه زواج، ما كنت اقبل حتى وقت المرض الا انه نام تحت نفس الغطاء يعني، حتى وقت المرض. انت متخيل وقت المرض قد ايه الواحد، وخصوصا انه هو كان عنده وجع بظهره وهيك، فاحيانا حس انه هو متغطي لحاله وهيك. كنت حتى هيدا التفصيل الصغير كنت حس انه لا يا رب، مش بس انه غير تخت، لا بدي نفس الغطاء يجمعنا. فبالنسبه لي كانت كثير صعبه المرحله الاولى، كانوا كريستين وشام دائما حدي دائما. بس بعد فترة يعني بعد تقريبا سنة، وبعد يمكن لما انتقلنا لهون على لبنان، خلص حسيت انه انا لازم اخذ قرار انه مش بس انه مش حد بتروح على غرفتكم يعني على غرفة ثانية. كمان هيك الانفصال يمكن منيح لهم، يمكن هيك هون بنشوف انه انت كنت محضرة حالك وحكيتي كثير امور برغم تعبك حكيتي وسمعك. ارماند راح بثانية، راح يعني راح يعيش فوق وتنبسط، ما بحب كلمة راح. كان في شيء حبت قولي له اياه؟ قلتي واو لو تاخر، او مرات ما بعرف اذا عندك مسج لكل العيال والكابلز انه بتحرز هالدنيا، ناموا والشمس نحن الرب بقوته، ما بننام نهار زعلانين ولا نهار بقوته. انت هيك اول شيء كان معقول بعد فيك في شيء بهالدنيا ما قلتيه على العالي لإله كنت حبي تقوليه؟ شو بتقولي للكابل اليوم انه اللي عايشين مع بعض؟ بدي أكون كتير صريحة. قبل بجمعة كنت زعلانة أنا وياه، كان صار في مشكلة وزعلت أنا وياه. بهداك النهار جيت على الأوضة عم نشرب كافي أنا وياه، دايما منصلي على بكرة منقرأ بالبايبل. قبل ما فل قلت له بحبك جان، ما كنت عارفة أنه رح أجي على البيت وما لقيه بهداك النهار. ما يخلوا المشاكل عن جد تأثر على علاقتهم، ما حدا يعني يستهتر بشريكه، ما حدا
يعني كل يوم قولوا لهم بحبك، كل يوم خليهم يسمعوا قديش انتوا بتحبوهم. لحتى بالاخير ما تحس حالك عم تشعر بالذنب انه انا ما قلت له انا بحبك او ما قلت له. سو كثير مهم. وجان وانا تقريبا كل يوم كنا قبل ما ننام نقول له اي لاف يو. بس نكون زعلانين ما كنت قلو اياها. بس بهداك النهار قلت له اياها. ولفتينا انه كل يوم الصبح كنتوا تقروا وتصلوا مع بعضكم، شو هالشيء المميز واللي عن جد بحب اسمع اشخاص كبار بالايمان مثل انا بعتبر هذا سر نجاح العلاقه كنتوا تعملوه كل يوم. دونيز ما رح نفوت بتفاصيل، بس رضوان قدرتوا تحكوا معه؟ هو رجع من افريقيا وكان معه فيروس؟ لا، هو وقت اللي كان هون يعني كان له وقت هون، كنا جينا من افريقيا لوقت. اوكي. اي لا ما كان ما يعني ما نعرف شو هو اكزاكتلي اللي صار معه، بس بس قدرت تحكي. هو راح بكوما صراحه. كمان كانت فجأة لأنه راح بكوما. سو بتذكر كنت فوت على انه كانوا منيمينه اكشلي مش بكوما، جبروا لانه صار في عنده كثير ضرب الدماغ عنده. سو كنت فوت ما اعرف اذا كان عم بيسمعني بس كنت اعبر كثير احكي. وبتذكر يعني كان هيدا الوقت مميز، الوقت اللي يسمحوا لي فوت لانه كنت اقعد واحكي وخبره قديش مهم بالنسبة لي، قديش هو نحن محاربين ما رح نستسلم، ما رح نخلي المرض يغلب. بس بتذكر آخر يوم حسيت إنه كأنه الرب عم بيقول لي أنا عم بسمعك بس ما شئتي غير، يعني حسيت إنه عم بيروح مني. فكان يا رح نرجع هيك عند أرماند، وكمان في كتير ناس بتحبكن، بس كمان نقينا شخصين يحكوا عنك. ما منحس انه هون هي عم تشتغل، كانه بالبيت ويلي عم تعمل بتعمل من كل قلبها ودائما عم تبتسم. كثير بدي اقول لها شكرا لهالصداقه. انت احلى ام واحلى تيتا واطيب ام لك لميز رغم عنا التحدي. وهي صحيح الاخت الصغيره بس هي عندها قلب كبير وابيض وصافي، مستعدة دايماً إنه تضحي بسعادتها حتى تسعد غيرها. كتير بقدرها وبالفعل هي ست الستات. إرماند امرأة مؤمنة محبة حنونة، بتوزع فرح وين ما راحت وبهجة ومحل ما بتروح، وبينطبق عليها الآية 10 من الأصحاح 31 من الأمثال: امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ. بحبك كثير يا أرماند، والله يخليلك عائلتك ويخليك بصحتي وما يحرمنا منك أبدا. I'm shocked. يمكن الإخوة حتى ما بيقولوا مرات لبعض إشي على العالي، بيحبوا بس من جوا. ليه يور شوك؟ لأنه مش قالت لك هون على العالي؟ لأنه ما خبرتني إنه لا I'm shocked. لأنه قالت هي مش بس أختي، هي صديقتي. هي عنا أختين تالتي اللي هي مسافرة، وأنا وقالت كتير تقربنا من بعضنا يعني بالسنين يلي أجل. كانوا عم يربوا فيها الولاد ولادها، لأنه كنت روح قضي نهارات معها وبحبها كتير، وهي أختي الكبيرة وهي يعني عندها حنية رهيبة على العائلة كلها. شو بركة هيك الأخوة بهالاوقات مثل ما قلت هن سند، وعم تقولي قد ايه عندها حنيه. عن جد هيك بحسهم بركه من الرب. بتعرفوا بس هيك يفرقنا شخص، بيمرق الانسان باختلاط من المشاعر مثل ما قلنا، غضب، الحزن، الملامه يمكن على الرب، وبعد فتره يمكن الحزن في منهم
بيخف شوي وبيقدروا يكملوا الحياة بشكل طبيعي، وفي منهم هالحزن برفقهم. فهيك بدي أعرف شوي أنتوا بأي فترة اليوم؟ ريم. ريم. هلا أنا ما في إليك إنه أنا تخطيت الفترة. في أحكي إنه أنا حاسة بإيد الرب بحياتي من أول لحظة راح فيها سامر. حاسة إنه الرب ما حرمنا من الفرح، ما حرمنا من الضحك أبداً. ولا يوم حرمني من هيدا الإحساس بإنه أنا مبسوطة، سواء أنا أو البنات. هيدا الشيء فيه أشهد عنه. بس كمان ما في خبي عنكم، يعني ما في أكذب إنه لليوم لليوم في أوقات بتقطع علي بحس إنه أنا بعدي لهلأ مش مستوعبة كيف هيك صار. يعني بعدي لهلأ مش فاهمة ليه، بعدي لهلأ إنه لما بشوفه، يعني لما بشوف الصور، لما طلبتي مني، يعني في أشياء، في تفاصيل صغيرة بحس إنه لا، إنه كيف هيدا البني آدم مش موجود. يعني أنا حافظة كل شيء بوشه، يعني كم نمشة فيه إنه لهالقد في تفاصيل صغيرة نحن بنعرفها ببعض، إنه كيف هيدا الشيء مش موجود. فبعدي لهلأ مش مستوعبة في كتير أوقات حقيقي. دانيز. بقدر أقول إنه سنين يعني كم سنة قطعت كانوا أصعب من اليوم بعد. بس بدي أقول لك الألم هو مثل موجات بيجي. يعني بتكوني بحياتك الطبيعية عايشة عادي عم تشوفي الأولاد وهيك، وفجأة بتحسي كأنك خسرت الدنيا كلها، رجعت من جديد وعشتيها. فبس يعني ما بحب الخبية، يعني it's okay. أمرار بيسألوني بتخافي تحكي عنه، بقول لهم لا بالعكس بحب ضلني أتذكر وأحكي. بس مش معناتها أنه بعدني عم بسأل ليش. وصلت لوقت قلت كنت ضلني أقول ما رح أقبل إلا لتجاوبني ليه. للرب ما رح أقبل، ما رح أقبل، ما رح أقبل. ولكن حسيت أنه لا، مش ضروري يوم من الأيام يمكن أعرف، بس اليوم عندي قرار أخده، استسلم بين إيدي وثق أنه هو رح يقودني. وهيك صار. لما استسلمت سلمنا فصرنا نحمل. هيك حسيت انه بس قلت له اوكي رح استسلم. فحسيت انه حملني ومشينا لغايه اليوم. بس بس انه ما بتمرق اوقات بموج كثير. امرار بتجي كثير صدمه، بتجي كثير فجاه وبتؤلم كثير. بس بتعرف الايه اللي بتقول في المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنما. عن جد قوة. عن جد انه اوقات بنام مخديتي عن مي وعلى الصبح بتعجب انا من حالي انه في ترنيمه عشفافه عم برنمها كل يوم جديد. عن جد اميزنج. عن جد هون بنشوف قد ايات الرب بحس بالالم بنختبرها قد حقيقي، بنكون حافظينها مثل ما قلتي. لا فهمتيها انه هو عن يميني فلا اتزعزع. شو حلوه هالايه اللي هلا قلتيها كمان، انه مزبوط الرب معنا. بننام يمكن تعبانين زعلان، بس هو بجدد لنا القوه والانرجي كل يوم. واو. ما بعرف إذا أرماد كمان عن هالسؤال هيك كيف يعني تمرق إيه أنت وين اليوم من الموضوع؟ أنا بوافق مع دينيز بقصة الموج. الموج بارح رحت على جزين وهو ضيعة جام. كنت عندي شيء باسبور بدي أعمله، بس يعني فتت على الضيعة انكمش قلبي. يعني صرت ابلع بريقي لانه طالعة مع حدا، يعني طالعة مع شخص هو عم بيوصلني لفوق. ما بدي ابكي قدامه، ما بس يعني كانت يمكن وحده من اقسى المرات يلي بعد ما توفى صار له 3 سنين انه مرقت فيها امبارح. الوجع بضل، بس أوقات لأنه مشاغل الحياة أوقات بتاخدنا على أشياء تانية ما منفكر. بس في أوقات لما منروح على مطرح كنا يعني كان مطرح هو ضيعته، كتير كنت مأثرة امبارح. يعني بدي هيك أقول شيء قبل ما ننتقل للكليب. ما بعرف، حسيت بهالعفوية هيك حسيته. حلو اللي عشتوه، لأن عشتوا مع رجال رائعين. بقلكن كمان في تعزيات يمكن لبنات والرب يعزيهم ما تجوزوا بحياتهم. وأنا بقول أكيد إذا منعيد الخبرية ما بتقولوا لا منفضل إذا الشخص اللي حبيناه بده يفارقنا يطلع لفوق.
بلا ما نتجوز لا رح تقولوا رح تكون عم بتأكدوا هذا الموضوع. حسيت عن جد هيدي الحقيقة. وحتى البنات أو الرجال ما تجوزوا بحياتهم الرب عنده تعزية لإلهم وعنده خدمات معينة لإلهم. ما بعرف إذا في بعض الأسباسات أو منشوف كليب لأن عم يجينا رح نشوف هلأ كليب كتبت هالترنيمة أنا بس فقدنا شخص كمان عزيز على حياتنا كتير هايك هو الأسيس تبعنا منسلم على رنا كتير إذا عم تحضرنا هيك كنت عم بتأمل بالحياة إنه شو هي الحياة قصيرة كتير بس عنا اشتهاء إنه في يوم من الأيام رح نلتقى بالمنحبون نكون مع الحبيب مطرح ما في حزن ما في بكاء في سلام كل الوقت نحضر هيدا الترنيمة ما الحياة هي مجرد بخار يظهر من ثم يضمحل ما الحياة هي مجرد سراب لا تضاهي محضر الحبيب وديعوا نفسي لديك لا يملأ قلبي سوى فالحياة تحلو معك لاشتهاء أن أراك في سلام أضطجع بل أنام لي راحة مع المسيح لا ألام بل فرح وأمان في محضاره للأبدي أودعه نفسي لديك لا يملأ قلبي سواك فالحياة تحلو معك لاشتهاء كتير المشاهدين مأثرين بالحلقة ومأثرين فيكم كتير في مسج وصل هلأ من شخص ما عرفت اسمه بيقول حلقة مؤثرة ولازم كل كابل يحضرها وفي كمان رسالة بتقول أنا كتير بحبيت هذا البرنامج بترجيكم صلوا لي ليبعث لي الرب شريك حياة مؤمن مثل عم تحكوا عنه بحب الرب زيكم الرب يزيد إيماني وانتظاري لإله ويخفف من قلقي لأن سني 37 سنة ربي يبارككم ويثمر بهيدا الخدمة انتو سبب تشجيع لإلي ثانك يو كتير على هيدا الرسالة وأكيد رح نصلي لك بس يا ريت هيك بتذكر اسمك تا هيك نصلي لك اليوم بآخر الحلقة ريم
بدأ أسألك، صرت اليوم البي والأم، عم تلعب دورين ومنه هين أبداً هيدا الشيء أبداً أبداً. شو هيك المهام اللي عم تحس حالك أنت اليوم عم تلعبيها محل سامر، وقد هيدا الشيء عم بشكل كتير هيك صعوبة وتحدي لإلك؟ هاي الكلمة كتير سمعتها، أو هاي الجملة كتير سمعتها، أنه واو أنت البي والأم وأنت حدا صار كتير قوي. هلأ إذا بدك الحقيقة، يعني مش اعتراض على الشيء اللي صار معي، بس أنا بالنسبة لي كريم مش كتير راضي عن كوني يمكن إذا بدك أم وبي بنفس الوقت، بالنسبة للبيت، بالنسبة للعائلة، بالنسبة للبنات. يعني قصة توزيع المهام هي شغلة كتير حلوة، يعني هاي شغلة ميزة عن جد لكل اثنين عايشين مع بعض بعدهم. وكتير صعب انه يكونوا كلهم على حدا واحد، فهيدا الشيء بيخليك تحسي انه يمكن مش قادرة تلحقي، بيخليك تحسي عن جد بتقصير. مش بس احساس حقيقي، بيكون في شيء حقيقي. احيانا بحس بي اذا بدك عجز، مش رح اكذب، يعني انه اكيد الرب بيعطيني قوه فظيعه، بس في اشياء صغيره بتمر معنا بتقطع معي بنهاري، بحس انه مش قادره اعملها، تكون هالقد قدها يعني، بس انا مش قادره اعملها لانه انا موجوده بمكان يمكن مش قادره اوصل، فلو كان الشخص الثاني كان قادر يعمل. ففكره انه انت تحمل كل شيء، فبحس انه هيدا الشيء مش سهل. وبالنسبه لي انه انا ام وبي، بحس انه دائما بقول له للرب انه مش اعتراض على الشيء اللي صار، بس تكون حقيقيه. بحس حالي انه لما كنت مام لوحده، يمكن كنت عم بعرف اعطي اكثر لما صرت ام وبي. هلا ما بعرف كريستين وشام يمكن بيجاملوني او بيقووني او هيك، بس انا بحس جواتي انه لما كنت مام لوحده، يعني كنت يمكن قادره اعطي بتركيز اذا بدك اكثر، يعني تركيز على الاشياء اللي بتخصني، تركيز على ما بعرف، يمكن هيدا تقييمي انا لحالي. فما بعرف هيك طبيعي اصلا، نحن كأميات دائما بنحس حالنا مقصرين. كيف اذا انت هلا حسيت بدك تلعب الدورين؟ فكتير بفهم شعورك، بس انا اكيد انه الرب يعطيك نعمه. ولما يقول لك البنات هيك، انا ما بحسهم عم بيجاملوا، بتصور بيكونوا عم بيقولوا بكل قلبه، لان قادرين امهم يلي مغطيت لهم كل شيء بحياتهم. هلا دنيز، كبروا الاولاد اليوم، بنتك عم تدرس دكتور حكيمه، وابنك كمان يمكن يروح على مدرسة لأن بده يخدم بيسوع. واو، شو هالشيء الرائع! يا ريت يشوف ابنك تعرف مرات شو هو حس وما استسلم عن يسوع، لأن في كتير ناس بس يودعوا ناس ما عندهم رجاء وما بهمهم إذا بالسماء، بيقولوا لا الله باي. شو هن التحديات؟ هيك تعطينا شيء صار معك مرة، لو بنرجع هن وصغار لليوم، هيك شيء قوي صار معك، تحديات بتربيتهم كأم وبي، لأنه أخذت دور البي. طبعا مثل ما كنت عم بتقولي، كتير صعب لما بتجمع الاثنين، يعني اجمالا لما بيكون في مشكله بتناقشها انت وشريك، يعني والشخص الثاني الام او البي، بتناقشوا الموضوع كيف بدنا نحله، بتتوافقوا اثنيناتكم. سو بالنسبه الي وصدق كان انه في كل مره كنت اتواجه مشكله، اول شيء كنت اقوله وهيدا اللي طلبته من الرب. بتذكر اول مره رجعت فتت على اوضه النوم تبعنا، ركعت وقلت يا رب اوكي هيك بدك، بس انا ما بعرف لحالي اعملها. سو كنت دائما اطلب مساعدته قبل بكل شغله، عن جد بكل شغله، وخصوصا بتربيتهم. من الاشياء اللي صعبه كانت، انا اولادي كانوا كثير صغار، يعني كانوا وبالنسبه لجاد كان كأنه بده يحسسوه انه هو رجال البيت، وهو بعمر صغير يعني. فانه ما اي جاد اي لاف يو. فلمده كان يضبط حاله، لحتى نهار قلت له جاد، اعطيته الكمبيوتر، قلت له جاد ليه ما بتكتب شو بتحس؟ يعني هيك. وعن جد امرار بتعجب انا كنت احكيهم من وين عندي الكلمات، كنت اتعزى لانه الرب كان يعطينا اياه. فكتب جاد وقال انا بعتقد يلي قتلت بيي. وانا بالنسبه لي كان اطلعت فيه وقلت له ليش؟ قال لي لانه قبل ما مرض كنت عم بلعب انا وياه بوكس وضربته بوكس. فالقد كان بريء لدرجه انه كان يفكر. فكانت امور مثل هيدي، انه تاكيد انه لا نحن. فجاد حتى مره كان كثير صعب لما نكون كعائله كلنا، كل بي ياخذ اولاده ويرجع على البيت، فانا اخذهم وارجع،
وياما ايام على الطريق وعم يبكوا. ليه نحن راجعين لحالنا؟ حتى مره كنت عم بقول له نحن عائله وراجعين لحالنا، قال لي ما تقولي عائله، نحن مش عائله بقى. فكان في تحدي انه نثبت انه نحن عائله ونحن مع بعضنا والرب رح يهتم فينا. وبس هيك بدي اقول لجاد، لانه كان يمكن في شيء بالاسئله هيك، بس حتى لو انت حسيت حالك مرات مقهور بس تطلع بعائله ثانيه عادي، لك حق. وبعرف قلبك يسوع بيرجع بيطبب، بس انا كثير بفهم، يعني كثير بفهم، حتى اذا بتطلع بالامات اللي بوجهي، اذا بيطلعوا برجال ومرا وبيطلع بقلبهم شوي مراره، سوري حقهم، بس بعرف يسوع بيرجع بيضمد وبيرجع بيعطي، لان نحن بدنا نكون هالقد طيبين، بنحب ما يكون في كره بقلبنا. بس ما تحس حالك غلط، انا كثير فهمان عليك اذا مرقت فيها او اللي عم يمرق فيها. نعم. ما تحس حالك، مهم ما نضل بمراره كل الوقت، يعني مثل مسكين السكين وكرهانين الناس، لانه كمان ناس مش قصدها تكمل العيال مع بعضها، هيدي الحياه. في رساله هلا عم توصل بتقول المساء الخير، انا فقدت البابا وبعد شهرين بيصير له سنه، وبعدنا لهلا ماني عم بقدر استوعب، حتى نفسيتي تغيرت وصرت عصبيه مع بناتي، وهالشيء كثير زعجني. بحب ضل بالكنيسه، بحسه موجود فيها. وصلت لمرحلة أنا صليت لربنا يقومه مثل ما قام لعازر، بس هالشي ما صار. بابا بحبك ورح تضل قدوتي للموت. هيدا هيك حدا عم بحس فيكن ومعكن وعم بيشارك كل ذكرت بنتي هبة ذات الشي كان عندها، إنه كانت عم بتقول هو قام من الموت قبل ورح يقدر يقيمه. فكانت تنتظر إنه عن جد رح يقوم. فإيه هيدا يعني بنمرق فيها. أرماد، نعرف انه اكلات العجان كانوا طيبين كثير. ايه يامي. طبخنا عده مرات وقت كنا بالفريق، من قلبه بيطبخ مثل طباخ يعني. شو اخر اكله عمل لك اياها؟ بازلاء ورز. بازلاء ورز. في عندنا يمكن اتصال، ما بعرف اذا فينا ناخذه. الو؟ الو، مرحبا. مرحبا. رح الاتصال. يا ريت بتجربوا تبعتوا لنا رساله خطيه هلا اللي طلبنا، او رساله صوتيه هيك دغري بنسمعها بوضوح. شو رايك مريان نسمع من ريم ترنيمه؟ يلا، وهيك من بعدها بنطلع بريك. اوكي. ترنيمه عملتي ترنيمتين ربعتك اياهم، الاولى سمعناها عده مرات عم تمرق على سات 7، وهيدي الثانيه. هاي الترنيمه ريكو عملتها قبل اي شيء، يعني لا هي لها فتره كثير منيحه، يعني قديمه. أوكي. بس انا عم بكتب كلماتها كنت ما بعرف، يعني خصوصا بالبيت الاخير بتقول انه معك الحياه احبها بحزنها وبفرحها. انا وعم بكتب عم حس انه قد ايه انت يا ريم قادره تقولي عن جد هيدا الكلام. كانت الحياه كلها بالنسبه لي فرح، لا كان في سامر ولا كان في حرب ولا كان في شيء، فانت قد انك تقولي بحزنها وبفرحها. فلا اليوم عن جد بشهد انه عن جد الرب معي بالحزن وبالفرح. لما ماريان قالت لي انه بدها ترنيمه، مع انه يعني هي شيء كثير يمكن صار لها فتره وهيك، بس حسيت انه بدي اشهد فيها للرب. يعني رح نسمعها سوا، نطلع مباشره بريك. حزني إليك أدنو، أرى عينيك تنظر إلي، أسمع صوتك يهمس في أذني، ويداك ممدودتان. في وقت حزني إليك أدنو، أرى عينيك تنظر إلي، أسمع صوتك يهمس في أذني، ويداك ممدودتان. لماذا تبكي يا ابنتي؟ أمسك بك وأقيمك.
أمسك يدي بيدك وابقيني ربي بقربك معك الحياة أحبها بحزنها وبفرحها أمسك يدي بيدك وابقيني ربي بقربك معك الحياة أحبها بحزنها وبفرحها فجبالنا معك تصبح سهول ومرتفعاتنا بك تزول نقوى ونغلب ننتصر معك نحلق كالنسور فجبالنا معك تصبح سهول فعاتنا بك تزور نقوى ونغلب ننتصر معك نحلق كالنسور. العنف الأسري جريمة، في كده هالة من القدسية محطوطة حوالين بابا ده كأن بابا ده محدش يلمسه. في ناس كتيرة وأهالي كتيرة بتضرب ولادها في البيوت وهي نيتها سليمة ومعتقدة إنه ده التربية. في إساءات الإهمال، في أمهات كتير أنا ببقى حاسة إنهم مكتئبين وهم مش عارفين إنهم مكتئبين. أتمنى يا ريت يعني هم يعملوش عنصرية. إحنا برضو عندنا ضغوط، لولا الضغوط ما كناش جينا هنا. عندي وهم انه علاقتنا كويسه محافظين عليا ملصمه هيك وهي علاقه مزيفه. شايفين انه ما احنا كلنا حصل كده معانا وزي الفل. احنا عندنا عيب نحكي الاساءات اللي احنا بنتعرض ليها. عندي ناس بتكلم معاهم واطلب منهم المساعده بشكل دائم. ابره وخيط جديد الاربع الساعه 7. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هنرنم تاني. اسمه المعين في الأزمات نفسه ما بينكر. يمكن ناس بتقول الله معانا، طب وليه بنمر بالتجارب دي وليه الألام؟ هو معانا في قلب الألام. يا مسيحي يا حياتي. بنصلي إن ربنا يجي بسلامه ويجي بحضوره يطيب كل مجروح. فتح عيون وغسل قلوب داوه وشفاء. أدعوك وأنت بترنم معايا الترنيمة دي تصدق إن الرب فعلاً مهتم بيك. ليس مثله قد فاق مده. نحط يا رب كل طلبات الصلاة يا رب وشعب الجزائر يا رب بين إيديك. شكراً لأنه العراق مش متروكة من إيدك لكن في إيدك محفوظة. يا رب بنضع السودان الكبير ده بين إيدينك أيها السيد الرب. يا أبو الرأفة وإله كل نعمة تحنن على سوريا يا رب. خذ عبادة خضوع ومخافة قدوس يا الله. يقول الكتاب المقدس سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. نحن على موعد كل نهار أحد صباحا حتى نكون مع بعض نعبد الرب ونسبح اسمه المقدس. كان ظهوري أقوى مني كالأسوار. توجوا المسيح على حياتكم سيدا وربا. دمك غطاني. بدي شجعكم تكونوا معنا لحتى نحب الرب أكثر، نطيع الرب أكثر، ومع بعض نخدم الرب بشكل مميز. اجتماع الأحد من كنيسة القيامة المعمدانية الإنجيلية الحدث مباشرة على سات 7 بالأوقات التالية. نقل.
رجعنا معكم وفي رسالة بتقول مثلا نور أنا جمال من الجزائر، صراحة هالحصة أثرت فيه كتير، أنا بطلب منكم صلاة، أنا بعاني من كل النواحي بحياتي، بليز صلولي. فهيك قد ايه عن جد قدرتوا توصلوا لقلوب عالم. وفي كمان مسج نو واي اوه ماي جاد هيك رح نقعد لانه كثير بحاجه من وراء السربرايز نستفيد من هيدي لانه جوفاني يعني عن جد قد ايه رائع هيك بس نشوف هدموع التاثر دموع الفرح بنفس الوقت وبدي اشوف هيك اليوم كل وحده منكم شو حابه تعبر للمامي قدام ملايين الناس عم يحضروها ولازم يعرفوا المشاهدين انه عن جد سربرايز مش عارفين كمان بعيد الام بدنا نبلش من جيمي انا على فكره اليوم كل نهار قالها يا ماما الرب يباركك رح اكون عم بحضرك بس ما قلت لها وين مش رح احضر بتعرفوا انا بعتقد الكلمات كثير بتعجز لشخص بحب الحكي بتقدروا احكي عن ماما ما فيني اقول شيء يعني عن جد انسانه جبيره وعن جد اسمع مسمى اسم ارماند يعني المحاربه وعن جد هي فعلا هالسنين اللي مرقت فرجت قديش انسانه محاربه مسالمه بس محاربه وانا كثير فخوره فيها بتعرفوا كثير حلو بالكتاب المقدس فيه مش انه بس الاولاد هن تيجين لاهلهم انما الاهل هن فخر لاولادهم مش عارفه تماما وين بركي ماما بتساعديني كنت شاطره بس عن جد بس فيني اقول انا كثير فخوره اني بنت لارموند صح حلو ثانك يو جيمي هبه دكتور هبه اي ثينك نفس الشيء انه اتس ريلي هارد كثير صعب انه نقول كم كلمه بهالوقت لحدا يعني عامل كثير بحياته كرمالي وكل كثير اشياء عندي اياها وكثير اشياء وصلت لها كثير اشياء بشخصيتي بدك تحكي على هذا الميكرو Sorry. بس لانه كثير من الاشياء يلي عندي اياها او كثير من الاشياء يلي شخصيتي وصلتها وبشخصيتي وكل بفضلها يعني في كثير اشياء تعلمتهم منها وكل صفات الام تطبق عليها سو ما رح اقعد اعدهم كلهم بس الشيء الاميزنج انه كثير فخوره نقول انا بنتها يعني بس كل محل كثير بحب خلي الناس يعرفوا مين ماي مام لانه هي ما بدها شيء اكثر من هي از ا بيرسون از ا وومن اكثر من ام بكثير يعني حياتها والصبايا الحلوين شو حابين تقولوا لامكم؟ يعني انا اكيد قد ما حكيت ما حاعرف الا لماما بس انا كنت عم بحضر تحت وهي كانت عم تقول انه ما حست حالها بتلعب دور الام والاب فانا كنت لا بدي فوت هلا معها عم تقول لا هي اكيد بتلعب دور الام والاب والاخت والرفيقه وكل شيء حلو يعني عن جد انا من لحظه توفى بي غير اني فقدت اب ما حسستني ابدا شفتي يا ريم؟ العكس عم بقوله فأكيد لعبت دور الأم والبي وما حسينا شي ناقصنا ولا نهار ما رح أسأل أختك الصغيرة هلا لأنه دموعها عبروا عن هيدا يمكن سؤال هيك حابين نسأله وحقكم تقولوا
للمرئين مثلكم يفهموا شو مرقتوا. اكيد زعلتوا، بس اول مره بسال السؤال هيك لان ما عم بعرف الكتبه، بدي اقول هيك سالته يسوع او الله ليه؟ وهل كونوا صادقين لو من امن بعلمنا يا عندكم ساعه انه كل واحد رائع من بيتكم احو فوق ناطرنا نهار من الايام رح نلحقه؟ اول شيء هل سالته يسوع او الله ليه؟ اكيد. لا اكيد سالت، ومرات بعدنا لهلا بسال، وكثير مرات بلومه عن جد انه ليش هيك صار يعني. ليه انت يعني؟ ايه ليه انا؟ ويعني بيعرف اني انا بحبه فليش اخده؟ بس عن جد بجاوبني يعني مرات بحس انه لا هو ساكت وما عم يرد علي، ولو هو موجود ما كان اخده، بس مرات بحس انه يلي اخذ لي بيي بعده معي هو وعايش يعني معتني فينا، لو بيي مش هون بس في بيي عن جد معنا. ايمان بس اسمعي فكر كيف انا كنت، لانه هيدا العمر اي ثينك تسألوا ليه بنسأل ليه كثير سألت، وكان شيء كومباين نعمله سوا هون. سو كثير ما بنحب الناس تاني يشوفونا عم نبكي، ما بتزبط، بس انه بنفضل ما يشوفونا، بس قدام بعض كنا فريلي نبكي سوا نسأل، وما يكون في جواب بس كل الافكار اللي كانت تجي على بالنا نسأله. يعني صعب واحد يخسر بي، بس بنفس الوقت the great thing انه فيكم تخلوا God قلت له انت رح تكون بي، سو قلت له يا رب انه انت رح تكون بي وما رح افهم ليه، بس انا اكيد انه انت رح تعتني فينا. وكان كتير في فضل لإله بهالشي، لانه يعني كنت متأكدة انه الرب بحبنا لو شو ما صار، سو اخذتها هلأ كمان. أنا صراحة بأول فترة أول سنة سنتين كان عندي اختبار كتير قوي مع الرب بهالشي، ولا مرة سألت لي، لأنه كان في دايما سلام عن جد بفوق العقل والإدراك. بس مع الوقت وتصارت مثلا في اشياء بقول يا ريت بابا هون، انه كنت هالشيء بدي اسالك اياه وحدي، يا ريت بابا هون ليش يا رب؟ يعني من بعد هالفتره السنتين وقت بلشت احس عن جد بالاشياء، يعني مثلا وقت افكر انه يا رب يا ريت قدر يشوف حفيده، يعني في هيك اشياء هلا بتصير بالحياه بقول ليه، بسال ليش. بس مثل ما الصبايا بيقولوا انا عندي كامل الثقه انه هذا جوابا على السؤال الثاني، انه بابا احو عند الرب ومبسوطه كثير. مثل ما مره نكتت قلت بابا رح يكون على عرس الحمل، هو على المشاوي وعم يشوي. بقى هيدا الشيء كثير بيعطينا تعزيه، وانا ما فيني الا اشكر الرب، وبعرف انه حياتنا بين ايديه. وصحيح هيدا الترنيمه كثير كانت عم بتراودنا من اول ما توفى البابا، أجهل ما سوف يأتي في الغد أو بعده، بعتقد كلنا فينا نقول هذا الشيء، في الغد وفي علمي ربي. كتير حلوة. أكيد مريم بدها تقولكم إشياء، بس بركي بنقرأ أول آية. بدي أقرأ الآية كتير هيك بحبها، بيقول قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فأمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. هيدا تعزيتنا. قبل ما أسأل هيك سؤال، هيك بيكونوا عم بحضروا كليب باركي يا نفسي من فداكي، بنسمعه سوا، بس خليني اسال هيك وخلينا نكون صادقين، ما رح احرج الامات، بس رح اقول هل تقبلوا انه مام اذا اجاها شي نهار عريس؟ هيدي رح قلكم شيء بكل صراحه، هيدا حق، لانه حتى الكتاب المقدس بيقول، لان هون الموضوع برات إرادة الموضوع. وخليني أقول لأنه هلأ وجه له لأسيس غسان خلف جوز عكبر، وجه له تحية. بقى أرمون بدك تعرفي أنه الموضوع دائما نطلع نحن، لا بمعنى أنه مرات الناس عم تزنف علي على الهواء، هلأ بشوفها. اللي بدي أقوله أنه الزواج
مش دائما قصة رومانسية وهيك شريك الحياة والصداقة هاي من أروع الأمور. يعني دائما كنت أقول أنا وماريان روعة الزواج هي ضحك والصداقة، مش فكرة اللي بيفرجونا إياها على التي في بس رومانسية، مع إنه رومانسية مهمة. بقى كل وحدة هيك بركة بتجيب رح أوصل بالآخر للصغار، لأنه أنا صغار بفهمهم لا بابا وبس بابا وبس، بس بعدين بعدين بيجي نهار رح يكون بفهم. لكن عم يزدمك سأل جوابي بابا وبس. هيك صاري هيك صاري. طيب لكن رح أقول لك شيء، سفر ممنوع إجيك على أجر أمك بلبنان لعيش النهار. أوكي نعم أوكي يلا مين بحبي بالي. هو صراحة عن جد منه سؤال هين، لانه خصوصا انه قديش انا مثلا 30 سنه من عمري كنت مع البابا وشفت البابا والماما سوا، انا اكيد مش رح اوقف بوجه سعادتها، بس بيني وبين حالي بعرف اني مش رح اتقبل الموضوع. يعني رح تجرب تفرق شيء انا هلا عم ركع على جوباني تنغري بجوباني خلص هو يمشي حال معي خليني اعمل لها شوك لانه انا خاطبه. ايه خاطبه، لا انا بعرف الشوك. خاطبه يسوع. لكن هيك أرموند ما علي عم بسألك، لأن عن جد في حقيقة وفي ناس بتضل لآخر النهار تفكر بصديق الحياة. أنت بالنسبة لإلك بتقولي يعني بكمل حياتي مع بنتي وابن بنتي وهيك العائلة بتكمل؟ أنا ما بخبي عليك إنه بحب يعني يكون عندي حدا اطلع انا وياه نحكي اشياء هيك، مش 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 غلط يعني اكيد مش غلط، بس بعتقد انه بفضل الحياه اللي عايشتها هلا مع بنتي وابن بنتي ومع صغري ومع عائلتي، لانه اذا حدا بده يجي جديد هلا رح يكون في شوي صعوبه يتأقلم معنا. يعني انت وراءها الضحكة ومريم، يعني في جندي اوعى تقرب على البيت. بروت وصلت لها بالكبير عم يحرس. لكن رح نسأل بروت وصلت لها. لكن رح سأل على هبة على المايكروفون. سوري لا ما عليك. بالنسبة لإلي يعني شو ما بيفرح على المام تعامله، يعني عن جد ابدا الشيء اللي بفرح فيها تعاملوا ونحن بنكون اون بورد. انا طلعت مش منيحه دونيز. لا دونيز حقك، اذا بدنا نقول انه حقك مرات اذا الرب بعت شريك حياه هيدا وهيك ولادك هالقد بحبوك تقولي انه انا مأكد وعم جايب سوري امور وانا مأكدها انه رضوان اذا بيكون عنده صوته وناطركم فوق بيقول لك كمل. كان انا قايلها دائما قايلها ما بتتركي، اهلي بيعرفوا كلهم. اوكي يمكن نعيش لاخر نهار، بس اذا انا فليت انا بدي تعيشي مع صديق تاني، مهم الرب يبعث لك احلى صديق. هلا بقول لها انه في امور حياتك بس انه بالنهايه شفتوا كيف زدت لا شو بتقولي اوكي انا عشت مع رضوان فتره كثير يعني كانت كثير مميزه، وعن جد انه رضوان اللي بيعرفه بيعرف قد ايه كان هو شخص كثير كثير مميز. فالمشكله انه دائما رح اعمل هالكومباريزون تصير تقارني. هيدا ما قدرت اطلع منه، يعني دائما بتطلع وبقول انا رضوان يعني بقدر اعيش على اشياء عشتها معه كثير. هلا انا كمان انه بفكر امرار يعني باوقات الضعف لما بتكون لحالك، لانه لما بيكبروا الاولاد خلص انت بتسكر الباب قاعد، فامرار بتقول شو هالوحده قد ايه بدها تطول، بس انه ما بتعرف شو مخبى المستقبل. بس بذات الوقت عن جد ما بحس انه عم فكر فيها كثير، يمكن لانه مشغول كثير ويمكن لانه بحس عن جد انه كان عندي علاقة مميزة ومثل ما أقول كنت مغمورة بحب كبير، فبقدر أعيش على ذكريات كتير حلوة. أكيد إذا بدنا نسأل أولاد ريم بفهم أنه الموضوع بعده جديد. أنا ما عم بحكي عن اليوم، وحتى بفهم أنه الأولاد بس يكونوا أصغر نورمال يجاوبوا يمكن مرات لا سوري، بعدين بيصيروا يفهموا الحياة أكتر. يعني ما بقدر أسأل بنته الصغيرة أكيد لا، بس ما بعرف شو بتحس قبل ما اعرف من ريم كمان، لانه حق بالنسبه لإلي. انا اكيد انا بحب انه مام واو، لانه بحس انه انا حاكبر اكيد حضل، يعني انا اكيد حضل حدا كل الوقت،
بس رح يجي يوم واكبر واتزوج ويصير عندي عائله، فبحب شوفها مع شخص. بعرف انه بابا ما حدا حياخد محله، بعرف من هذا الشيء، بس اكيد بحق لها انه تكون مع شخص بتحبه. انه اكيد بحب انه تشوفها مع حدا هي خلص ضل معه، يعني غير انه نحن اكيد حنضل حدا، بس يكون في حدا حدا كثير حبيت. شو عم تفكر هيك ابدا مش بعمر نطت دغري اكبر حطت حالها محل امها. ريم بعرف انه صعبه، واذا يمكن الناس عم تسمعك انه عم بتفكري، بس سوري حق لالي ورح اقولها، انت عمر صغير ما يعني مش انه يمكن بتقولي خلص ما هيدا بقى، كيف بتحسي؟ ما عم بقول اليوم بس كيف بتحسي؟ هلا مش رح اكذب عليك اذا بقول لك انه انا قبل يعني لما كان سامر موجود بحياتي كنت احس، وحتى قضينا سنتين مرات، كنت احس انه ولا يمكن ولا يمكن اقدر يعني اكون مع حدا ثاني، هيدا الشيء مستحيل. ولليوم بحس انه سامر حدا مستحيل يتعوض، يعني مستحيل، لانه هو يعني الرب اعطاني 16 سنه كثير مميزين مع شخص كثير مميز. انا دائما بقول انه هو صحيح راح، بس هو ما كان اي زوج عادي يعني. فبالنسبه لي اكيد مثل ما عم تحكي اكيد المقارنات، بس كمان تنحكي الحقيقه في صعوبة كثير كثير كبيرة. أشياء صغيرة أنا كنت أمرق فيها بنهاري، أنه هلأ كثير فقدتها، ولما بفكر بالأيام اللي جاي بحس أنه أف معقول العمر هيك. مش كثير يعني بحب أنه يعني أحكي بهاي النقطة، لأنه بس نحن هيك عم ناخد الفكرة، بس هو الشيء صعب، مش هين مش هين أنك تقولي لا وأنا عرفتي مش هالقد أنه القصة بدها، لأنه بالنهاية أنا كل حدا فينا بحاجة عن جد كلمات صغيرة، كلمة يمكن كلمة بحبك، هاي الكلمة الصغيرة اللي هي كتير شغلة تافهة، بس أنك تكون صار لك سنتين محروم أنك تسمعها من شخص، فهيدا الشيء مش انه شيء سهل يقطع. انه حتى كلمات صغيره ما بتقطع غير بين الرجال ومرته، فهول الاشياء كثير بياثروا عليك انت تقدر تكمل نهارك مش ايامك وسنينك. فكيف سنين يعني؟ فهيدا الشيء صعب، ما بعرف شو ممكن المستقبل يحمل يعني. بيعرف حاجه كل وحده وشو شو قلبها، وهو بيسهل وبيرتب هالاشياء بالايام اللي جايه 100%، ورح يخلي اولادها اذا مرات لا او ايه هو يظبط كل الامور. بدي اقول لكم انه مش بس انتم مرات بتحسوا هيك، انا بيي كان رفيقي من أنا وصغير، كل شيء بيعرف، يعني اللي بيعرفه الله في أمور حتى الولاد ما بتخبرها أنا مخبره إياها، كان رفيقي. هلأ صار له 9 سنين بأبو ظبي، يمكن بالسنة منشوفه مرة، أوكي بدي أقول إنه ما بدي أقول إنه ميت، لا، بس عم بحكي بكل صدق، حسيت محلات كأنه اختفى، وحسيت أنا عم بفهم شو عم بتقولي، كنت معود إنه أمور البنك أنا ما بحبها أبداً، ما بحبها أبداً، وراء أو دولة أو هيك، كان بي رفيقي، كل شيء يعمل لي، برغم حتى وقتها كنت مجوز. وجه تحيه لبيا لماريان جابي، قد ايه هو بحس هلا معي، هو بيعمل لي امور ما بحبها، بس صرت افهم شو يعني فوت على بنك اول فتره كان كدني العرق وتحمل مسؤوليه امور انا كان بيي شايلها عني. بقى انا كثير بفهم انه عم تقولي شيء صغير للناس، يمكن بيقولوا اليوم تعودت والرابع اعطاني قوه وهيك، بس خلص بدها تكمل الحياه. Hey, messages. Denise, Dodo, you are a blessing to all of us and a true warrior. I love you so. Rula Samaan. عم بتقلكن هيدا الرسالة. شو كمان يعني كتير في messages. هون في رسالة بتقول وإن توفي الأب فالمسيح الآن هو أبوهم وليهم وأنت عروسة. هيدا رسالة حدا موجه لك إياها لألي كريم. كمان هيك تشوف بشكل سريع. في شخص بيشكر كثير هالمحبه اللي عم تحكوا فيها اوكي في شخص عم يطلب انه نصلي له كمان لعم يمرق بظروف صعبه. هول اكيد بركه بالحلقه الجايه بنكون عم نذكرهم كلهم بصلواتنا. وبدي هيك اسال كمان بعد سؤال هيك من الامات، شو بتنصحوا كل كابل بالحياه لانه مرقتوا باختبارات مع شريك حياتكم اللي حبيتوه، شو حابين تقولوا لكل كابل؟ غير اكيد انه دائما نقول اي لاف يو هيك ما ننزع عليه، هيدي من اروع الامور، بس هيك كل واحد مرق وتعلم، كل اثنين صاروا واحد تعلموا امور بحبوا يورثوها لكابل ثاني او لبناتكم. اوكي شو بتحبي تقولي ارماند؟ انا بحب شدد انه الرجال لازم يخبر مرته كل شيء خاصه بالفاينانسز بالماديات، شو عنده بالبنك، شو عنده ارزاق، شو يعني يكونوا كلهم واضحين
ويعمل يعني يفكر شوي لقدام ويعمل تدبير لبيته حتى ولو كان عمره صغير، حتى ولو لأنه هودي الأشياء بيعملوا عن جد ستريس للعيلة لما البيت بيروح. بقى أنه يكونوا صريحين بالماديات ويزبط أموره المادية بكير. دونيس بدقيقة لأن ما بقى في وقت، هيك بدي تقولي شيء هيك بدقيقة وتضل ريم كلمة. أنا بالنسبة إلي حسيت try to make the best بالtime، يعني memories good memories، يعني جربوا استفيدوا ومن كل الأوقات الحلوة. صح، ذكريات، عملوا ذكريات سوا لأنه هيدي اللي بتخلي عيلتك تكمل وتعيش وتضاين. وأكيد ريم معك وقت في كده. كمان بوافقه إنه حاولوا إنه تزبطوا كل شيء، وكمان لكل كابل إنه بليز فكرة الموت يمكن هي شغلة كتير بشعة مش شغلة حلوة، بس حطوها إنه هيدا الشيء موجود بالحياة. ممكن أنت تفارق شريكتك وممكن شريكتك تفارقك. قد ما يعني قد ما فينكم تستفيدوا من الأيام اللي أنتم عايشينها وحبوا بعض قد ما فينكم، بس الموت هو شيء موجود. فعودوا بعض على هاي الفكرة، مش ضروري تحكوا فيها بس دايما لما بيكون موجود يعني، فما بنمرق بهالقصص يلي عم تحكي فيها، فبيكون الذهن متحضر. لكن أنا بدي أشكر كلكم، كانت حلقة أكثر من رائعة ولمست لنا قلبنا وكثير من الأشخاص اللي حضروا. ثانكيو على وقتكم، وثانكيو على انه شاركتونا هالاشياء الكثير حساسه جواتكم، شاركتوها مع كل العالم. ومشكور الرب رح يبارك، ورح تكون من احلى الميموريز عم بعنيها اللي مرقنا فيها بهالحلقه، ورح نتصور صوره مع بعض. بدنا نتصور صوره مع بعض. فكره انا حبيت بس اقول انه ثانكيو كثير لانه انتم رفعتوا اميتنا. جايمي ثانكيو. يلا قربوا جايمي، يلا اوريكم. يلا انا ايدي قصيره. يلا ابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا بالأفراح وبوقت الضيق، رح بتكون أقرب صديق.